في حي شعبي وسط مدينة صنعاء التاريخية، استطاع المهندس منير القرماني تجهيز فرن يعمل بالطاقة الشمسية لإنتاج الخبز بكفاءة عالية. فكرة وجدت طريقها إلى النور بمساعدة رسمية من الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بصنعاء، وذلك للاستفادة من الطاقة النظيفة في إيجاد حل لمشكلة أزمات الوقود المتتالية التي يشهدها اليمن منذ اندلاع الحرب في ربيع 2015. بخلاف الأفران التقليدية، يتميز الفرن الشمسي بكونه صديقاً للبيئة، فجل مكوناته متوفرة في البيئة اليمنية، كما يمكن تفكيكه ونقله من مكان إلى آخر بسهولة. قدرة الفرن الإنتاجية تصل إلى 1250 رغيفاً في 90 دقيقة، وتكلفة إنتاجه وتشغيله تصل إلى 11000 دولار. ويمكن للفرن الإسهام بشكل كبير في توفير تكاليف الوقود على أصحاب المخابز، ما يساعد في خفض أسعار الخبز على المواطنين إذا ما جرى تعميم المشروع.